ارفع عليا تميرتان اجدير ازوراس في دورته الثالثه. نحن الان عقيد السهره الاخيره لطرف عاليه هذا المهرجان، وهي سهرة تحرك على فعالية فنية من إقليم خليفرة ومن خارج إقليم خليفرة، لأن هذه التظاهرة هي تظاهرة ماشي فقط خاصة بإقليم خليفرة، بل هي تظاهرة وطنية نعقدها بمناسبة الذكرى 23 لخطاب صاحب الجلالة نصره الله بأجله يوم 17 أكتوبر 2001، وفي إطار النسخة الخامسة لهذا المهرجان. وكما تعلمون هذا المهرجان نعقده في إطار مؤسسة روح أجدر الأطلس بخليفرة تحت شعار الابتكار الثقافي بوابة أساسية للنهوض بالمناطق الجبلية. نشكر كل المساندين، نشكر كل الشركاء، واعتبر ان هذا البرنامج ناجح جدا، خاصة وان هذه الدورة تنعقد تحت الرئاسة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله. ونضرب ان شاء الله لكم موعدا في السنة القادمة في إطار النسخة السادسة بحول الله. انضم لنا الآن واشترك في القناة للحصول على صدى أخبار مملكتنا.